نادي اتحاد العاصمة الجزائري هنيئا لكل الشعب الجزائري بهذا التتويج القاري، اللقب الغالي والغالي جدا الذي انتظره أنصار وعشاق اتحاد العاصمة لسنوات وسنوات طويلة. إذن اليوم الحلم بات حقيقة ونادي اتحاد العاصمة بطل كأس الكونفدرالية الإفريقية. إذن مثلما تابعتم كانت المباراة صعبة وصعبة جدا بعد أن تمكن نادي نيونغ أفريكانز التنزاني من تسجيل ضربة جزاء، لكن مع ذلك النادي الجزائري استطاع الصمود وخرج بنتيجة هدف لصفر، ما يعني أنه باحتساب مواجهة الذهاب التي كان قد فاز فيها النادي الجزائري بهدفين مقابل هدف. إذن النادي العاصمي النادي الجزائري هو بطل كأس الكاف، أول لقب إفريقي لاتحاد العاصمة بعد النهائي الذي وصل إليه في رابطة أبطال إفريقيا موسم 2015. هو اليوم يتوج باللقب، بعد قليل سيكون هنا وستكون هنا مراسيم التتويج وتقديم الكأس الغالية إلى اللاعبين الذين كانوا في المستوى. نعم زميلي إذن عمر، التتويج لم يكن هكذا، كان بفضل عزيمة اللاعبين إذن، وأرقام جيدة وكبيرة جدا، أفضل هجوم وأفضل دفاع أيضا لهذه التشكيلة التي استطاع من خلالها المدرب المحنك عبد الحق بن شيخة أن يحقق التتويج مثل ما قال أمس هذا التتويج الذي يبقى يعني يدين أو يشارك فيه كل من العارضة الفنية السابقة بقيادة بوعلام شرف وكذا الإدارة السابقة التي قادت اتحاد العاصمة ووفرت له كل شيء حتى يتمكن من التتويج ويتمكن باللحاق بصفوف المتوجين بهذه الكأس الغالية. زميل عمر، شكرا لك ياسين قالم وفد قناة الجزائر الدولية إلى ملعب 5 جويلية بالجزائر العاصمة. هذا الملعب